انخفاض ملحوظ على درجات الحرارة الليلية وسقيع متوقع هذه الليلة وطقس مستقر غدا، ولكن منخفض جوي من الدرجة الثالثة من المتوقع أن يؤثر على المملكة يوم الاثنين بمشيئة الله تعالى، وزخات ثلجية متوقعة مع هذا المنخفض فوق الجبال. كل ذلك في التفاصيل بعد هذا الفاصل القصير. النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع بنك الاتحاد، شكل مستقبلك، المناصير للزيوت والمحروقات، شركة بسطامي وصاحب، وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن، ليدر سنتر، كريم هايبر ماركت. شاي الغزلين جيل بعد جيل نفس الطعم الأصيل. شركة جميل بسطامي وأولاده، وكلاء إطارات بريدجستون وفايرستون في المملكة. حلويات الحاج محمود حبيبة وأولاده، المهنية للاستثمارات العقارية، والسعودي وشركاء للتطوير العقاري. إذا تشير آخر صور الأقمار الاصطناعية إلا أن هناك بعض من بقايا السحب والغيوم التي أثرت على المملكة خلال ساعات صباح هذا اليوم والليلة الماضية، جلبت كميات أمطار كانت ممتازة في بعض المناطق. تحركت هذه السحب والغيوم مبتعدة عن المملكة ودخلت المملكة في فترة أو في حالة من الاستقرار الجوي لكنها مؤقتة إجمالا. لكن هذه الليلة يتوقع أن يطرأ انخفاض ملحوظ على درجات الحرارة السطحية والليلية، ستعمل على يعني تدني واضح في درجات الحرارة والشعور البرد بشكل لافت. كما نلاحظ عبر هذه الخريطة نلاحظ أن مثلا مناطق من جبال الشرع يتوقع أن تكون درجات حرارة بها حول الصفر المئوي هذه الليلة. أيضا مناطق السهول الشرقية جميعها درجات حرارة تقريبا تقترب من الصفر المئوي، وبالتالي جميع هذه المناطق مناطق السهول الشرقية مناطق جبال الشرع، حتى كما نلاحظ مثلا مناطق الأودية إجمالا يتوقع أن تكون بها درجات حرارة هذه الليلة وفي ساعات الليل المتأخرة باردة للغاية، يجعل الطقس في ساعات ما بعد منتصف هذه الليلة شديد البرودة يمكن وصفه بذلك. أيضا يتوقع في ساعات ما بعد منتصف هذه الليلة تشكل الصقيع في ذات الأماكن، وربما يمتد الصقيع أيضا إلى بعض المناطق الداخلية، وبالتالي تنبيها للمزارعين من مخاطر تشكل الصقيع هذه الليلة وصباح يوم غدا. الأجواء تكون في العاصمة عمان هذه الليلة أيضا شديدة البرودة، درجة الحرارة الصغرى هذه الليلة في العاصمة عمان 5 درجات مئوية فقط، ولكن درجة الحرارة الملموسة في العاصمة عمان قد تهبط إلى 2 درجتين مئويتين مع أجواء تقريبا غالبا صافية بوجه عام. دعونا نتعرف على درجات الحرارة العظمى المتوقعة غدا الأحد وسط هذه الأجواء المستقرة، والصغرى ليلة الأحد على الاثنين. غدا الأحد الطقس سيكون بشكل عام مستقر صحو لكنه بارد، ودرجات الحرارة أقل من المعدلات المعتادة، والأجواء مستقرة كما ذكرنا. في إربد غدا 13 والصغرى 8 درجات مئوية، في جرش 13 إلى 7، في عجلون من 11 إلى 6 درجات مئوية، في المفرق من 13 إلى 6 درجات مئوية، والأجواء مستقرة إجمالا. كما تلاحظون العاصمة عمان 10 درجات مئوية فقط العظمى يوم الأحد، وصغرى 5 درجات مئوية، في البلقاء من 11 إلى 7، في مأدبة من 12 إلى 6 درجات مئوية، في البحر الميت من 21 إلى 15، وفي الزرقاء من 13 إلى 6 درجات مئوية. إذا انتقلنا إلى المنطقة الجنوبية نجد أن أيضا الأجواء في ساعات الليل باردة وحتى في ساعات النهار، مثلا في كل من الكرك والطفية من 10 إلى 5 درجات، الأجواء مشمسة لكن أيضا نلاحظ أنها باردة. في جبال الشرع من 8 نهارا الصغرى 2 درجتين مئويتين فقط، في معان من 12 إلى 4 درجات، وفي خليج العقبة العظمى 19 درجة مئوية في ساعات النهار والصغرى إلى 15 درجة مئوية. انتقال إلى البادية الشرقية تكون الأجواء بها في أرويجة من 15 إلى 4 كما نلاحظ درجات حرارة في ساعات الليل باردة للغاية، في الصفاوي من 14 إلى 4، وفي الأزرق من 16 إلى 5 درجات مئوية. إذن هذا كل ما هو متوقع حتى يوم الأحد، لكن ماذا بعد يوم الأحد؟ هناك توقعات بتأثر لك بمنخفض جوي يصنف أو مصنف وفق مقياس شدة المنخفضات الجوية في طقس العرب من الدرجة الثالثة، وهو من منخفض متوسط إلى عالي الفعلية. هذا أول منخفض جوي مصنف في فصل الشتاء الحالي، نرصده سوية الآن معكم. هذه خرائط توزيعات الكتل الهوائية، ونلاحظ أنه اعتبارا من ساعات يوم الأحد يتوغل الهواء شديد البرودة نحو شمال الأراضي المصرية. كما تلاحظون هذه الألوان تنم على وجود كتلة هوائية شديدة البرودة تتوغل جنوبا باتجاه الأراضي المصرية، تبدأ بالتحرك تدريجيا مع ساعات مساء وفجر، مساء الأحد وفجر الاثنين في المنطقة الشمالية لمصر، وكما تلاحظون تدخل إلى المملكة نهار يوم الاثنين. إذن هذا هو المنخفض الجوي المصحوب بالكتلة الهوائية شديدة البرودة، وهذه درجات حرارة في طبقات الجو العليا. إذن هذه الألوان تنم على مدى برودة درجات الحرارة المرافقة لهذه الكتلة.
كما تلاحظون من شمال الأراضي المصرية تبدأ بالدخول تدريجيا إلى المملكة، ويكتمل دخولها نهار يوم الاثنين بمشيئة الله تعالى، ثم تتحرك تدريجيا نحو الشرق. هذه التأثيرات يتوقع تكون على شكل كالتالي، سأستعرض معكم تسلسل الزمني للحالة الجوية. اعتبارا من ساعات صباح يوم الاثنين، أهم ما يميز أجواء صباح يوم الاثنين هو الانخفاض الحاد على درجات الحرارة، سيكون هناك تراجع واضح جدا في درجات الحرارة، سنشعر أن الطقس قارس البرودة حتى في بعض المناطق وشديد البرودة في مناطق أخرى. تتكاثر الغيوم بشكل سريع خلال ساعات الصباح، وتبدأ فرص الأمطار كما سنلاحظ الآن بالهطول في مناطق عشوائية وعدة من المملكة على شكل زخات من الأمطار والبرد. ستكون الهطولات في بداية هذا منخفض على شكل زخات من الأمطار والبرد، بل وهناك أمطار مخلوطة أيضا بالثلوج فوق المرتفعات الجبلية. تكون الثلوج أكثر وضوحا كلما زدنا في الارتفاع، وتصبح الثلوج متراكمة على ارتفاع 1300 متر، وبالتالي جبال الشرى صباح وظهيرة يوم الاثنين تكون على موعد مع تساقطات ثلجية تتراكم بها، مثلا في مناطق الرشادية القادسية، مثلا في محافظة الطفيلة، أو مناطق الشوبك، تحديدا المناطق بالطريق الملوك الواصل ما بين الشوبك وادي موسى، منطقة الهيشة على سبيل المثال، منطقة أي منطقة ترتفع عن 1300 متر صباح وظهيرة يوم الاثنين، الفرصة مهيئة بها أن تحدث تراكمات ثلجية، قد تصل الثلوج جنوبا إلى منطقة أيضا أجزاء من جبل مبرك. هذه المناطق جميعها معرضة أن تتساقط بها الثلوج بشكل متفرق صباح وظهيرة يوم الاثنين مع حدوث بعض التراكمات. باقي مرتفعات المملكة قد تشهد أمطار مخلوطة بالثلوج أو زخات ثلجية، مثلا منطقة المزار في الكرك وموتا قد تشهد زخات ثلجية، أيضا قمم عجلون راس منيف أيضا قد تشهد زخات ثلجية، قمم العاصمة عمان العالية والبلقاء مثل زي ومجوزة وأعالي صويلح وتلال العالية ربما تشهد أيضا زخات ثلجية، ومناطق أخرى أقل ارتفاعا قد تشهد أمطارا مخلوطة بالثلوج بشكل عام. أما في ساعات مساء يوم الاثنين يعني بعد العصر، يتوقع أن تعبر المنطقة الشمالية والوسطى جبهة هوائية تختلف في المنظومة الجوية، هنا تصبح أمطار أكثر انتظاما وأكثر غزارة في المنطقتين الشمالية والوسطى من المملكة. كما تلاحظوا إذا هذه نهار الاثنين مع ساعات مساء الاثنين تتراجع فرص الأمطار في بعض المناطق وتتركز في المنطقتين الشمالية والوسطى، وتصبح ذات غزارة عالية ومترافقة مع تساقط لزخات من البرد الكثيف، وبالتالي مجرد دخولنا في ساعات مساء يوم الاثنين يتحول الطقس، يصبح باردا وغائما وماطرا بغزارة في المنطقتين الشمالية والوسطى، وعاصفا طبعا بسبب الرياح التي ستتحدث عنها الآن بعد قليل. تستمر هذه الجبهة بالعبور وتكتمل عبورها ليلة الاثنين على الثلاثاء مع استمرار هطول الأمطار بغزارة في المنطقتين الشمالية والوسطى. نتوقع كميات إن شاء الله جيدة جدا من أمطار قد تفوق 50 مليمتر في مناطق واسعة من شمال ووسط المملكة، وتبقى فرص الأمطار قائمة بشكل عام طبعا حتى ساعات نهار يوم الثلاثاء، تبقى فرص الأمطار كما تلاحظون في المنطقتين الشمالية والوسطى من المملكة، وتستمر في إشارات مبدئية هذه الأمطار حتى يوم الأربعاء بالهطول في هذه المناطق. تبقى المملكة على شكل تأثير تيارات هوائية غربية رطبة بعد تحرك هذا المنخفض، وبالتالي يستمر وتستمر الأمطار بالهطول. ننتقل إلى جزء هام من هذا المنخفض الجوي وهو سرعة الرياح. تبدأ الرياح بالنشاط بشكل تدريجي اعتبارا من ساعات صباح يوم الاثنين، كما تلاحظون هذه الألوان المشار لها باللون الأحمر تعني ارتفاع في سرعة هبات الرياح. تقريبا من ساعات الصباح، هذه ساعات الصباح تبدأ الرياح بالنشاط التدريجي، هذه ساعات الظهيرة وهذه ساعات بعد الظهر، وبالتالي نشاط الرياح سيكون مع مرور الوقت، تصبح الرياح بعد ظهر يوم الاثنين قوية وأيضا مترافقة مع هبات شديدة، قد تصل سرعة بعض الهبات تلامس 100 كيلومتر في الساعة في بعض المناطق. هذه الرياح طبعا ستؤدي بطبيعة الحال إلى تشكل موجات أو عواصف غبارية ورملية في مناطق واسعة من المناطق الصحراوية في جنوب وشرق المملكة، وتؤدي إلى تدني لافت في مدى الرؤية الأفقية على الطرق الخارجية، وذات الرياح طبعا تزيد من الإحساس أيضا بالبرودة. يتوقع أن الرياح تستمر قوية بشكل عام على أقل تقدير حتى نهار يوم الثلاثاء، كما نلاحظ تبقى الرياح الجنوبية الغربية قوية من وقت إلى آخر ومصحوبة هذه الهبات التي تعتبر قوية، وبالتالي الطقس سيكون عاصف من ناحية الرياح في أوقات واسعة في تأثيرات هذا المنخفض الجوي بمشيئة الله تعالى. إذن كملخص للحالة الجوية خلال الثلاثة أيام القادمة، يوم الأحد يتوقع أن يكون الطقس بشكل عام مستقر، درجة حرارة بين 10 إلى 11 درجة مئوية في ساعات النهار، الصغرى ليلا 5 درجات مئوية. الطقس يبقى قارس البرودة ليلة الأحد على الاثنين،
وهناك توقعات بتشكل الصقيع من جديد في بعض المناطق. يوم الاثنين تتأثر المملكة بالمنخفض الجوي المصنف من الدرجة الثالثة، يتوقع بمشيئة الله تعالى أن تشهد المملكة انخفاضا حادا على درجات حارة، رياح شديدة، أمطار، برد، تساقطات ثلجية في بعض المناطق كما ذكرنا قبل قليل، العظمى 7 درجات مئوية فقط يوم الاثنين، فالطقس جدا بارد، درجة حرارة في ساعات الليل 4 درجات مئوية، هناك أمطار، رياح قوية، لكن كما ذكرنا الأمطار والرياح القوية أو الأمطار تحديدا ليلة الاثنين على الثلاثاء تتركز في شمال ووسط المملكة أكثر مما هو سيكون في ساعات النهار. يوم الثلاثاء يستمر تبعات هذا المنخفض بالتأثير على المملكة، تبقى الأجواء بشكل عام ماطرة شتوية ودرجة الحرارة العظمى 8 درجات مئوية والصغرى ليلا 5 درجات بمشيئة الله تعالى. لأن نتحدث عن بعض التوصيات الهامة بشأن التعامل مع هذا المنخفض الجوي. الأمر الأول هو طبعا من ضرورة الانتباه أثناء القيادة طيلة فترة تأثير هذا المنخفض الجوي، إما بسبب الانزلاق الناتج عن البرد أو الثلج بحسب المنطقة، أو بسبب تدني مدى الرؤية الأفقية الناتج عن الضباب فوق المرتفعات الجبلية، أو حتى بسبب الغبار في الطرق الخارجية. الأمر الآخر ضرورة الانتباه من تثبيت المقتنيات الخارجية بسبب شدة سرعة الرياح، أيضا لسائقي المركبات الكبيرة والثقيلة على الطرق الخارجية ضرورة تخفيض سرعاتهم أثناء تأثير هذه الرياح القوية خلال فترة تأثير هذا المنخفض الجوي. الأمر الثالث هو الانتباه من مخاطر ارتفاع الأمواج في خليج العقبة، هذا الأمر نسيت أن أذكره. يوم الاثنين هناك رياح جنوبية قوية متوقعة على ذات خليج العقبة، ستعمل على رفع الأمواج وارتفاع عالي في الأمواج وبالتالي تأثير ذلك على حركة الملاحة البحرية. أيضا ضرورة الانتباه بعدم التواجد في المناطق المنخفضة ومناطق الأودية والشعاب، نتوقع جريان للأودية والشعاب بسبب غزارة الأمطار خاصة في المنطقتين الشمالية والوسطى من المملكة. أيضا ندعوكم دائما إلى مراعاة الاستخدام الآمن لوسائل التدفئة والانتباه دائما لإرشادات الدفاع المدني بشأن هذا الخصوص. إذن هذا كان كل ما لدينا بشأن الأحوال الجوية في المملكة، كان ذلك ملخصا عن الحالة الجوية المتوقعة خلال تقريبا الأيام القليلة القادمة. دائما للمزيد يمكنكم زيارة موقعنا طقس العرب arabiaweather.com أو حتى تحميل تطبيق طقس العرب ليصلكم كل ما هو جديد دائما عبر هذا التطبيق للحالة الجوية. دمتم دائما بخير ومحبة، إلى اللقاء. النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع بنك الاتحاد، شكل مستقبلك، المناصير للزيوت والمحروقات، شركة بسطامي وصاحب، وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن، ليدرز سنتر، كريم هايبر ماركت. شاي الغزلين جيل بعد جيل نفس الطعم الأصيل. شركة جميل بسطامي وأولاده، وكلاء إطارات بريدجستون وفايرستون في المملكة. حلويات الحاج محمود حبيبة وأولاده، المهنية للاستثمارات العقارية، والسعودي وشركاه للتطوير العقاري.